مزيد من التفاصيل مع اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. الحقيقة ملابسات هذا الحادث تضاربت فيها الأقوال منذ البداية، ثم اتضح أن القاضي الجليل ليس له أي علاقة بالأحكام الصادرة ضد الإخوان أو كل عناصر وقيادات الإخوان الموجودة الآن رهن دولة القانون. يعني في البداية بنقدم تعازينا لسيادة المستشار. هو أثناء نزول سيادته معاه نقله إلى جراج اللي فيه السيارة، وأثناء استقلال سيادته للسيارة ودلوف ابنه للحاق به أطلق عليه مجهول عدة عائرة نارية في داخل الجراج وفر هاربا. الحقيقة هناك فريق بحث من على مستوى عالي مكون من مباحث الوزارة والأمن العام والأمن الوطني ومباحث الداخلية للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها ودوافعها والعمل على تحديد وضبط الجناه، وإن شاء الله سيوفقون بإذن الله في ضبطهم وتقديمهم للعدالة بإذن الله. لكن يا فندم، حتى هذه اللحظة بما أنه التحقيق فتح، لا نستبعد أن يكون الحادث إرهابيا، لماذا نستبعد ونعتبره جنائيا؟ يعني ما حدش قال أنه جنائي أو إرهابي. إحنا لسه لغاية دلوقتي في مجال التحليل والفحص. الأجهزة المعنية سواء الأجهزة الفنية أو أجهزة البحث انتقلت وتتخذ شؤونها في فحص الواقعة وملابساتها وجمع المعلومات من المنطقة. إن شاء الله قريبا بإذن الله سنعلن عن حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها، وعما إذا كان مقصودا بذاته أو قتل على سبيل الخطأ، ربما يكون آخر كان مستهدفا بدلا منه. كل هذه الفروض واردة ولا نستبعدها من خطة البحث، وفريق البحث يعمل وعلى مدار اليوم إن شاء الله لكشف غموض الحادث. إن شاء الله. طيب.